تحيا دوما في سرور في تجمع عطر الزهور في شامة على الخدود في وردة بين الورود في تعتني بك إلهي من حشرات أو نبات تسكن عمق الغابات الكل أحب في مرحبا أنا فيفي لا تنسوني. الصباح جميل في الخارج لكنني كم أحب حديقتي اللطيفة الصغيرة أعتنيها لتبقى ظلة منيرة تظلت فصولا وأسرع لا راحة هنا إنها أنشودة رائعة كم سأخرج لأرى من ينشد مسكين أنا في ملابس النوم سأعتني ملابسي كم أحب حديقتي اللطيفة الصغيرة إنها الرياح إذن هبت الليلة الماضية وأسقطت الأوراق ولهذا السبب سأقضي الصباح بالتنظيف كم إنها أنشودة رائعة ترى من أين يصدر هذا الصوت الجميل أنشودة رائعة أجل إنها بالفعل رائعة حسنا سأكمل التنظيف قريبا سأنتهي من هذا العمل أنا جائع الآن أحب العسل كثيرا لذيذ جدا لذيذ أحب العسل كثيرا إنه مفيد للصحة لم أعد أسمع أي صوت لابوي هل سمعت أحدا ينشد قبل قليل؟ ماذا؟ مهلا ماذا قلت؟ هل سمعت أحدا ينشد قبل قليل يا لابوي؟ ماذا؟ أنا أسمع فقط صوت حلزون صوته وحسب ولهذا أضع سدادات على أذني ليس الصوت الذي أبحث عنه سأتابع البحث سأذهب حبات البطاطا ثقيلة جدا سأرتاح كم أحب حديقتي اللطيفة الصغيرة أعتني بها لتبقى نضيرة إنها أنشودة رائعة ظللت فصولا وأصابيع لتصبح كبيرة كم أحب ذلك الصوت قوي وجميل يشعرنا بالسعادة والمرح كثيرا كم أحب حديقتي اللطيفة الصغيرة أعتني بها لتبقى نظرة منيرة تظلت فصولا وأسابيع لتصبح كبيرة كم أحب حديقتي كم أحب حديقتي لا أصدق ما تفعله أنت مسرع جدا يا ريحان ربما تؤذي أحدا من دون أن تنتبه أنا آسف حاول أن تخفف من سرعتك تذكرت هل سمعت أحدا ينشد بصوت جميل قبل قليل؟ ينشد؟ لا سمعت صوت الرياح وحدها صفيرها هنا لا شك أن الصوت جاء من مكان آخر كم أحب حديقتي بولا ما رأيك في ثوبي الجديد؟ أليس أجمل ثوب رأيته في حياتك؟
بلى. إنه ثوب بغاية الروعة والجمال، إنه مدهش. رائعة تلك الأنشودة، رائعة. إنها مرحة. ما رأيك يا فلة؟ والآن ماذا سأرسم؟ عرب، سأرسم ثوبتي. لا تتحركي يا ياسمين. كم أحب حديقتي، كم أحب حديقتي، كم أحب حديقتي اللطيفة الصغيرة، أعتني بها لتبقى نضرة منيرة، تضيف فصولا وأصابيع لتصبح كبيرة. أحسنت يا فلة. أحب حديقتي. للأسف الشديد لم أستطع أن أكشف مصدر الصوت. حسنا، يستحسن أن أعمل. والآن لماذا يجب أن أبدأ؟ علي أن أقوم بقطفي. لقد نسيت ثانية كالمعتاد. ماذا أقطف؟ إنه برتقالي وينمو في الأرض، وهو لذيذ ومفيد للنظر. هل عرفته؟ نعم، إنه الجزر. شكرا. كم أحب حديقتي اللطيفة الصغيرة، أعتني بها لتبقى نضرة منيرة، تضيف فصولا وأصابيع لتصبح كبيرة. كم أحب حديقتي، كم أحب حديقتي. أنشودتك رائعة جدا يا فيفي. ليست أنشودتي، حاولت أن أكشف مصدرها منذ طلوع الشمس. من أين يأتي الصوت؟ سمعتها أيضا، وهي جميلة جدا. هذا الصوت ثانية. ما رأيكم أن نتبع مصدر الصوت؟ هيا. والآن نبحث عن مصدر الصوت. أنصتوا جيدا. أحب حديقتي. أحب حديقتي اللطيفة الصغيرة، أعتني بها لتبقى نضرة منيرة، تضيف فصولا وأصابيع لتصبح كبيرة. الصوت يأتي من هناك. هيا. كم أحب حديقتي. إنها زينة. أهلا، ماذا تفعلون هنا؟ كنا نحاول أن نعرف صاحب تلك الأنشودة الجميلة منذ الصباح، وعثرنا عليه. إنه أنت يا زينة. هل أعجبتكم؟ إنها رائعة. الإنشاد يحفز على النشاط وعلى العمل. أنت على حق يا نحول، لدي أعمال كثيرة يجب إنجازها كالتنظيف. سنساعدك. هل ننشد الأنشودة معا؟ أفكارك مذهلة يا فيفي. كم أحب حديقتي اللطيفة الصغيرة، أعتني بها لتبقى نضرة منيرة، تضعت فصولا وأسابيع لتصبح كبيرة. كم أحب حديقتي، كم أحب حديقتي. انتهيت. شكرا لكم جميعا. النشيد في أثناء العمل يحفز على النشاط. أنا فيفي، لا تنسوني. في أمان الله. بسمة بسمة كلمة ورسمة. بسمة كلمة ورسمة. أنت وأصدقاؤك ستدفعون ثمن كل ما فعلتموه بنا حتى الآن. لقد زرعت فخاخا في كل الأنحاء. هاي سليم، إنه آتٍ، إنه آتٍ. ماذا؟ أجل، هذا رائع. حان وقت الغداء. بدأت أشعر بالجوع مجددا. لم أجد المزيد من الحلوى على الطريق. من الجيد أن لدي خطة بديلة. سوف أثقب فقما صغيرا هنا. انظر.
البرنامج التالي. بسمة كلمة ورسمة. هيا يا زلمة بسمة كلمة ورسمة. مرحبا بك. أنا فيفي، لا تنسوني. هطل المطر. حينما كنا نعتني بالحديقة فدخلنا بسرعة. انظري يا فيفي، لقد ظهرت الشمس. هيا بنا إلى الخارج، لدينا أعمال كثيرة. هيا يا نحول. سنعتني بهذه الأزهار وتلك الخضار وهذه البان. ولو كانت لدي حديقة مثل حديقة فيفي لزرعت كثيرا من الخضار والفاكهة. وعندئذ سأصبح المزارعة الناشطة ريحان. انتهينا يا نحول. فيفي؟ لقد نسيت ثانية، يحتاج هذا الخس الصغير أيضا إلى العناية الجيدة. سأذهب لإحضار السمات. فيفي فيفي، جيد أني وجدتك. هل تستطيعين مساعدتي؟ ماذا هناك؟ أريد حديقة مثل حديقتك تماما. أريد أن أزرع هنا أي شيء أي شيء. هل ساعدتني؟ حسنا يا ريحان، تستطيع أن تزرع ما تشاء هنا وستصبح حديقتك رائعة. رائع. سنذهب لنحضر السماد لتغذية الخس. آمل أن تقضي وقتا ممتعا. أراك لاحقا. مع السلامة. ازرع جيدا. والآن ماذا سأزرع؟ ترين اختفى السماد. للأسف كان يجب أن أجمعه الأسبوع الماضي، لكن نسيتي؟ نسيت؟ لا أدري، هل نسيت ذلك حقا؟ لا تقلقي يا فيفي، يكفي هذا المقدار القليل للخس، وبعد ذلك سنذهب لجمع الخضار الفاسدة والقشور من الجميع ونصنع السماد. فكرة جيدة يا نحول. هذا سهل جدا. لقد انتهيت بهذه السرعة. أحسنت يا ريحان. انظرا ريحان، تبدو هذه الأزهار. فيفي أين أزهارك؟ قطفت الأزهار التي زرعتها. ريحان، لا تنمو النباتات بهذه الطريقة، قد تنمو وتموت من دون جذور. سنساعدك لتزرع شيئا آخر. شكرا. ماذا تريد أن تزرع؟ سنذهب لإحضار البذور. جسد؟ أطول. الفول؟ أقصر منه. ما رأيك في الرشاد؟ وما هذا؟ إنه نوع من الأعشاب، زراعته سهلة جدا ويمكنك أن تأكله، طعمه لذيذ. موافق، ستصبح لدي حديقة للرشاد. رائع، شكرا لك يا فيفي. هيا لنضع السماد فوق الخس. فيفي نحول. ما بك يا ريحان؟ أظن أن بذور الرشاد فاسدة، زرعتها وسقيتها وانتظرت طويلا ولم تنبت. تحتاج النباتات إلى وقت طويل لتنمو،
يجب أن تنتظر حتى تتفتح البذرة لتنمو الجذور والأوراق. ليس الأمر سهلا كما ظننت، إن الزراعة تحتاج زمنا طويلا. إذا كان لديك عمل فعليك إنجازه. أنصحك أن تنجزه وتنسى هذه البذور. وجدتها، تستطيع أن تساعدنا على جمع القشور لصنع الثمر، وفي الوقت ذاته يمكنك أن تخبر الجميع عن حديقة النشاط. نعم. تفضل يا ريحان. شكرا يا فلة، أدعوك مع ياسمين لتناول سلطة الرشاد. شكرا لك، يسرنا ذلك. أو في النهر كل الأوراق فيها بركات. أنا لدي هذا، ولكن على ماذا سنحصل بالمقابل؟ أدعوكما إلى الغداء، لقد زرعت الرشاد في حديقتي. كل الأمال فيها البركات. هيا نعمل، هيا نعمل، هيا نعمل، هيا نعمل. أصبح لدينا كثير من الثمار، وهذا لأنك ساعدتنا. هيا بنا لنقطف الرشاد. ريحان. أنا جائع. الطعام جاهز؟ للأسف لم ينمو الرشاد بعد. ومتى زرعته؟ هذا الصباح. يحتاج إلى 3 أيام على الأقل يا ريحان. ماذا؟ 3 أيام؟ هنا وقت طويل. لا تقلق ريحان، سيأتي الوقت بسرعة، أليس كذلك؟ بلى، لكننا جائعون الآن. كل الأمال فيها كل الأمال تعطي نفع في الليل أو في النهار. كل الأمال فيها البركات. هيا نعمل، هيا نعمل، هيا نعمل، هيا نعمل. انظروا، أنا زرعت هذا، أنا أصبحت مزارعا. حسنا، حان وقت الطعام، أنا جائع. من الذي سيقطع الرشاد؟ ماذا تقصدين بتقطيع الرشاد؟ يجب أن نقطفه أولا ونقطعه ونضعه داخل البطائر. مع الجبن. الذي لا، هذا لي، لا أريد تقطيعه، لا أريد، إنه زال صغيرا. ولكن ماذا سنأكل يا ريحان؟ لقد وعدتنا بغداء عندما ساعدناك على جمع السماد. السماد. لحظة. أظن أن هذا يكفي للجميع. فيفي، هل أستطيع أن أزرع الجزر؟ فيفي في كل الأوقات فيفي تستمتع بالحياة. فيفي أينما تذهب تزهر فيفي بالمحبة وتثمر. فيفي تعتني بالكائنات من حشرات أو نبات، تسكن عمق الغابات، الكل أحب فيفي. لاي 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 لاي